الموضوع الثاني غزوة مؤتة، متى كانت ومتى وقعت؟ في شهر جماد الأولى سنة 8 هجرية. وأول ما تسمع كلمة 8 هجرية ديت برضو كذلك فيها أمر عظيم جدا نزل بيها سورة في سورة القرآن الكريم. ها حد عارف يقول لي؟ ها اللي هي ايه بقى؟ الفتح، سورة الفتح اللي هو فتح مكة، وقع كذلك في السنة الثامنة للهجرة. وقعت غزوة مؤتة 8 هجرية سنة كام؟ 629 ميلادي. ماشي، غزوة مؤتة، مؤتة ديت مدينة تقع في الشام جنوب شرقي عمان، تتبع اليوم المملكة العربية الأردنية. يبقى حاليا مؤتة حاليا مدينة في قلب ايه؟ الأردن. جميل قوي. ماشي، هنشوف مع بعضنا سبب الغزو. سبب الغزوة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل الحارث ابن عمير الأزدي. قلنا عندنا أهم شيء اللي احنا نحفظ الايه؟ نحفظ الأسماء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم عن غزوة ايه؟ أنا نسيت، صح كده؟ مين اللي معايا؟ ها؟ جميل، غزوة مؤت. ماشي، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث ابن عمير الأزدي، الحارث ابن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام. فبعث إليه ملك الملك بصرى. شوف بقى، انظر إلى هذا الفعل. بعث إليه ملك بصرى من يقتله في الطريق أثناء سفره. وطبعا معلوم أن الرسل لا تقتل، وهذا فعل شنيع. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا عدده 3000 مقاتل. 3000 مقاتل، نحفظ العدد. كم مقاتل؟ 3000 مقاتل. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: أمير الجيش زيد بن حارثة. رقم معايا. قال صلى الله عليه وسلم: أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل رقم 2 يتولى بعده. وهذه فيها إشارة، خلي بالك من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الإشارة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قتل دليل أنه سيحدث ملحمة أو سيحدث قتل، علمه شديد القوة سبحانه وتعالى. بعد سيدنا جعفر، إن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، فإن قتل فليختر المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم. هذا سبب الغزو. ننتقل بعد ذلك لأحداث الغزوة. جميل أوي، أحداث الغزوة إيه اللي حصل فيها؟ الجيش بيستعد للخروج. خرج الجيش، خرج الجيش، ركز معايا، خرج الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم خرج معاهم وودعهم، النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بالنصر وأوصاهم أن يدعوا من هناك إلى الإسلام. انظر حتى في القتال دعوة. ليه؟ خلي بالك من الآية ديت قوي جميلة: ولتكن منكم أمة يدعون. أنت تدعو صاحبك وزميلك للخير، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر بأسلوب جميل، بأسلوب طيب، بأسلوب حكيم. كل واحد علينا فينا دعوة، مش الدعوة قاصرة على أشخاص، لا، كل واحد عليه اللي هو يدعو بأسلوب لطيف جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوا من هناك إلى الإسلام، ألا يقتلوا النساء ولا الأطفال. وانظر إلى التشريع الإسلامي، وانظر حتى في القتال، ألا يقتلوا النساء ولا الأطفال، هذا هو الإسلام. ولا يقتلوا راهبا في صومعته، ولا يهدموا المنازل، ولا يقطعوا شجرا. وهذا من فعل من؟ من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من تعاليم الإسلام السمحة حتى في القتال. فمن خالف تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا، ونسأل الله أن يحفظنا وأن يعافينا. بعد ذلك الجيش الإسلامي في مؤتة، لما خرج الجيش من المدينة سمع العدو بمسيرهم، جمع اسمه ايه بقى؟ شرحبيل. اسمه تاني شرحبيل، خلي بالك، شرحبيل ابن عمرو الغساني، جمع 100 من قبائل العرب. كام؟ 100 ألف من قبائل العرب. بركز معايا،
جمع شرحبيل ابن عمرو الغساني من قبائل العرب كلها جمع 100,000 واستنجد. مش بس كده، احنا كنا حد فاكر احنا قلنا جيش المسلمين كان قد ايه؟ ها مين اللي فاكر جيش المسلمين كان 3,000 مقاتل. هذا الانسان اللي هو اسمه ايه، شرحبيل ابن عمرو الغساني، جمع من قبائل العرب كام؟ استنجد بكام؟ ب100,000. كام؟ 100,000 لسه مقابل 3,000، ولم يصمد بعد او لم يهدأ بعد، واستنجد بملك الروم فجمع لهم هرقل اكثر من 100,000. يبقى عندنا كام دلوقتي؟ ما قالش 100,000، قال اكثر من 100,000 مقاتل من الروم. سمع المسلمون بذلك فاقاموا في معاه مكان هناك، وهذا المكان يقع في جنوب الاردن حاليا على طريق الحجاز. اقاموا هناك ليلتين يفكرون في امرهم. الامر اصبح جلل، امر عظيم، اكثر 100,000، و100,000 اكثر من 200,000، واحنا 3,000 مقاتل، ماذا نصنع؟ قالوا نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا. وانظر الى موقف سيدنا عبد الله بن رواحة، ماذا فعل؟ شجعهم عبد الله بن رواحة على التقدم، وهذا ان دل انما يدل على صدق البيعة. يعني احنا رايحين رافعين لواء الاسلام ندعو في سبيل الله ونقاتل من اعتدى على المسلمين، فشجع المسلمين على ذلك وقال لهم يا قوم انطلقوا، انما هي احدى الحسنيين، انطلقوا، امرهم بالتقدم، اما نصر واما شهادة، وهذا حافز، اما سننصر واما سننال الشهادة في سبيل الله. ثم بعد ذلك الجيش، وهذه كلها احداث المعركة، التقاء الجيشين واستشهاد القادة الثلاثة. التفت قوة المسلمين بالروم، اخذ اللواء زيد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، اخذ اللواء بداية زيد بن حارثة فقاتل رضي الله عنه حتى قتل طعنا بالرماح. تولى بعده كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكما اوصاهم بعده من؟ احنا رتبناها، قلنا رقم واحد سيدنا زيد بن حارثة، قلنا رقم اثنين مين؟ ها جعفر بن ابي طالب، تمام احسنت. رقم ثلاثة مين؟ مين اللي فاكر؟ محدش فاكر. بعد مين؟ يبقى قلناهم هم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بذلك، واحد تاني زيد بن حارثة، اثنين جعفر بن ابي طالب، ثلاثة عبد الله بن رواحة، ثم يخطر المسلمون بعد ذلك. أخذ جعفر أبلى بلاء حسنا، أي قاتل في سبيل الله قتالا باهرا حتى أحاط العدو بفرسه فنزل عنها، جمع الفرس عنده جنزا من هذه الفرس، ثم انطلق يقاتل الروم حتى قطعت يداه، فلم يهدأ ولم يتوقف، فاحتضن الراية بعدديه، يعني يده قطعت فأخذها بعدديه، سبحان الله. ثم انتقلت بعد ذلك القيادة لعبد الله ابن رواح، ولم يزل يقاتل حتى قتل. خلي بالك من الحدث اللي سيدنا جعفر قاتل فقطع يداه، اخذها بعضديه فقاتلوه حتى قطعوا كذلك من جسده ما نالوا منه، حتى نال الشهادة في سبيل الله، واخذ بعده عبد الله بن رواحة، فلم يزل مثل اصحابه فعل كذلك وقاتل حتى قتل في سبيل الله. يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الله، لا يهمهم موت ولا يهابون من احد. ثم بعد ذلك خالد موقفه بعد استشهاد هؤلاء القادة الثلاثة، اختار المسلمون من يكون قائدا لديه. بعد استشهاد القواد الثلاثة اتفق الناس على تولية من؟ خالد رضي الله عنه، فاستطاع أن يوحد الصفوف ويجمع الشمل، وكان حاذقا فاهما فطنا، وكان من عندهم نجيب، كان يعني عنده من العقل وعنده من الحذاقة والفطنة والمعرفة وفنون القتال ما عنده رضي الله عنه. استطاع أن يوحد الصفوف ويجمع الشمل، وظل يقاتل العدو حتى أقبل الليل، فأخذ في تنظيم الجيش من جديد. وانظر إلى الحذاقة، فقدم من كان في الخلف وأخر من كان في الأمام،
لما أصبح الصباح ظن العدو أن مددا جاء بالمسلمين، رأوا أعداد هائلة والأمور اختلفت والتنظيم، علموا بذلك عندهم، أصبح عندهم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المسلمين المدد والعدد، لذلك خافوا وألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم، لم يهاجموا المسلمين. أما خالد فقد أثر المحافظة على المسلمين بالانسحاب، وذلك لا يكون إلا نصرا. كيف يكون النصر بالانسحاب؟ أي حافظ على أرواح المسلمين، واستطاع ببراعة ومهارة أن ينقذ الجيش الإسلامي من خطر محقق بهم، وعاد إلى المدينة سالما غانما بالمسلمين. وقد واسى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول بعد ذلك أسر الشهداء حين قال: ائتوني ببني جعفر. دخلوا عليه، ضمهم صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه بالدمع. وجعفر هذا كما تعلمون، انتم عارفين اللي هو طبعا ايه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا الى فين النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الابناء الصغار، ضمهم ذرفت عيناه بالدمع وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. وهذا يدل على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم احساس يعني عال جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ للناس اجمعين ماذا يصنعون في هذه الاحوال وفي هذه الاوقات، ماذا يصنعون وكيف يفعلون مع من يعني اصابهم من قتل ومن من نال الشهادة في سبيل الله. ننتقل بعد ذلك الى الدروس المستفادة، وهذا في اخر الدرس. الدروس المستفادة من هذه الغزوة: واحد، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجيش تعاليم سامية ومبادئ إنسانية راقية، بل هي في أعلى الرقة، فلا قتل ولا هدم ولا حرق ولا قطع، وهذه كلها تعاليم الإسلام. لا قتل إلا بحق، فإن لسيوف المسلمين أخلاقا. جميل، هذه العبارة جميلة جدا جدا جدا، يعني لسيوف المسلمين أخلاقا. رقم 2، قوة الإيمان والثقة في الله سبحانه وتعالى، والتسليم واليقين بأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى لا محالة. الأمر الأخير والثالث، التدبير الحكيم من خالد رضي الله عنه، ووصف بإيه؟ إنه تدبير حكيم حينما حفظ للمسلمين هيبتهم.